أنا حسين الأزعط، مصمم وفنان حروفي. أنا مؤمن أنه الحرف هو وسيلة استخدمها الإنسان عبر آلاف السنين للتواصل، فنحن إذا نتواصل مع بعض كويس فالأفكار ما بتوصل لبعض بطريقة أفضل. فمشان هيك كان الهوس تبعي بالحرف وكيف فينا نبحث عن تاريخه لأشياء معاصرة نستفيد منها بحياتنا الحالية. بدأ شغفي تجاه الخط العربي من مقالات كنت أقرأها بمجلة ماجد، مجلة عربية مشهورة للأطفال بالثمانينات وبالتسعينات، كنت أقرأها. ومن وقتها بلشت أدرب نفسي على الخط وعلى أشوف أنواعه المختلفة. ولما كبرت درست التصميم الجرافيكي وصارت عندي نقطة مميزة أو نقطة قوة استخدام الخط العربي بتصاميمي، ولحد الآن بقدم أنا التصاميمي واللي بشتغلها للهويات البصرية لشركات أو مؤسسات أو لمشاريع، بيكون الخط العربي هو السمة الرئيسية بالتصاميم المقدمة.